المذهب الأشعري هو عبارة عن نظام متكامل يشمل حياة المسلمين كلها، لأن حياة المسلم تدور حول بعقيدة صحيحة وبمعاملة وأخلاق، فالعقيدة هي التي هي قوام حياة المسلم وهي أساس حياته. وعلم التوحيد عند السادة الأشاعرة يتجه إلى الجانب الإلهيات وجانب الرساليات ثم الغيبيات ثم الإمامة العظمى. تابعونا على موقع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وعلى شبكاتها الاجتماعية.